أول سالفة معنا في حلقة اليوم عن رجال اللي قال لفاله. فاله هذا كان محجر على بنت عمه بحيث إنها يا تتزوجه يا يتنازل بها، يقول أبد اللي بياخذها أنا بعفيها لوجه الله، أو إنه يتنازل بها لشخص معين يقول أنا بعفيها من التحجير خص الفلان، أو يخليها عانس طول عمرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا حيم شباب. الله ما يسلمك يبقيك. من وين؟ كنت يم الحلال وتوي راد. دقاو. سلمت. أقول فالح صار على موضوع مزنة. مزنة؟ مزنة راسها يابس، وإن شاء الله راسها بيلين وبنعرس. والله فالحة أني أعرف من هو اللي فار الراسها وميبسح عليك. إيش تقول؟ أقول أعرف اللي ميبس الراسها. منه؟ صنهات. أنا ولد أبوي صنهات الولد ذا ما غيره اللي تقنص وطراف الدينة. هلا هلا هذا هو الراعي، شفتهم طرف الفريز يقصدون ويلعبون ويسلفون. ها تعرف هالأمور فيها عشق. أقول ما حد ما أخذها إلا أنا وراسي شم الهواء. أقول أسمع يا فالح، أنا علمتك عشان تستخدم عقلك ما تستخدم يدك. أقول تراني ذابحة. ولد هات بندقي. والله لا أذبحها.